نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل خدمات الوسائط مفهوم بالضغط على تطبيق تيليجرام. بعدها سوف نقوم بالضغط على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط على البيانات والتخزين، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط على إعدادات البروكسي. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل استخدام خدم وسيط، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.